إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تحليل البيتكوين. اليوم 15 سبتمبر 2021، وكما تعودنا سأقوم بتحليل البيتكوين. قبل البدء أتمنى منكم أن تشتركوا في قناة التليجرام المجانية، هذا هو الرابط أضعه لكم في الوصف وفي التعليقات في هذه القناة المجانية. نضع يعني عروضنا وآخر عرض ودورة بسعر دورة واحدة لحد الساعة. لا زال مستمرا تحليل الموج البريس أكشن في كل مرة نريد أن نوقفها. هناك من يطلب منا أن نتريث قليلا، لا مشكلة، نحن هنا لإرضائكم. بالتالي من أراد الاشتراك معي إلا التحدث معي عبر هذا الرابط الموجود أسفل في هذا العرض. كذلك في هذه القناة نضع آخر فيديوهات الإخوة الذين يشاركوا في الدورات، شهاداتي، ما هي دورة جيدة، هل يستفيدون، يعني بكل شفافية. كذلك للمبتدئين أتمنى أن تذهبوا إلى الموقع biprowavetrader.com. biprowavetrader.com أريدكم أن تذهبوا إلى الكتب المجانية، تضغط على الإدارة مجانا، وحاول تحميل الدليل الأساسي لشمع الياباني على الأقل، كتاب قوي جدا يمكن أن يستفيدك، أن يفيدك كمبتدئ. عفوا، تحليل البيتكوين اليوم تحذير، تداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسر أموالك. لذلك كل ما نقوم به في القناة هو ذا هدف ومغزى تعليمي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية تام عن قراراتك. قناة العميع في الكتاب لا تتحمل أي ماذا؟ أي مسؤولية. طيب، البيتكوين الآن كسرنا تلك المنطقة التي تحدثنا عنها قبل ذلك. طيب، ماذا بعد الآن؟ ماذا بعد؟ لاحظوا، لدي موجتي الدافعة، ياتي الموجتي، الموجة بالنسبة لي أنا الموجة القوية حاليا، الموجة الدافعة. طيب، ولاحظوا ظهر مشترين، ثم بعد ذلك لاحظوا هذا النزول، إنه تصحيحي. طيب، إذا هذه موجة تصحيحية، إذا هذه يمكن أن تكون هي الموجة التصحيحية لهذا التصحيح. ثم لدي موجة دافعة، إذا موجة دافعة، تصحيح، موجة دافعة، بنية هذه الموجة اكتملت، مكتملة. بالتالي مادام كسرنا تلك هذه القمة، هذه المنطقة التي هو هذا الخط الذي وضعته لكم، فهذا يعني أننا في مفترق الطرق، في منطقة خطيرة وخطيرة جدا، وهذا هو المشكلة الذي يقع فيه المتداولين. لا يعرفون أين يتوقفون عن التداول، لا يعرفون أين ينتظرون، ولا يعرفون متى يدخلون في الصفقات، وهذا هو المشكل. طيب الآن كيف سأتصرف؟ لاحظوا هذه الشمعة القوية، الكل الآن سيبدأ بالبحث عن الشراء. هذا خطأ. لماذا؟ لأنني أنا الآن في منطقة خطيرة، أريد أن أرى تصرف البيتكوين قبل أن أقرر، أريد أن أرى سلوكه قبل أن أقرر هل أبحث عن الشراء أو أبحث عن البيع. طيب، ماذا أريد أن أرى؟ خليه يكسر، خليه يعني نحن لا نتبع السوق. We're not chasing the market. نحن لا نقتنص السوق، لا نتبعه. نحن عندما نرى ما يتناسب مع استراتيجيتنا يمكننا الدخول في الصفقات. خليه يصعد يكسر، وبعد ذلك خليه يعطي يرجع، ولكن يرجع بطريقة تصحيحية. لا أريد أن أرى رجوعا قويا، إذا رأيت رجوعا قويا فهذا يعني النزول. بالتالي لدينا شكلين لا ثالث لهما، شكلين لا ثالث لهما، إما يصعد ويعطيني تصحيح هنا على قدر هذه الموجة، أريد أن يكون كبيرا بعض الشيء، وهذا هو الذي سيقول لي أن السعر صاعد لكسر 52960، قمة 52960، 52000 دولار و960. طيب، هذا إذا كان، إذا أردت أن أتوقع الصعود. يعني الآن ليس لدي توقع لا للنزول ولا للصعود البيتكوين، يجب أن أنتظر كيف سيتصرف البيتكوين الآن. هذه المنطقة الآن التي نحن فيها هي المنطقة التي أريد أن أراقب لكي أرى كيف سيتصرف البيتكوين. إذا تذكرتم كنا قد قلنا أنه إذا ظهر لك تصحيح في هذه المناطق يمكن توقع أن البيتكوين سيصعد لكسر هذه القمة، وبالفعل هذا الذي وقع. بالنسبة للذين اشتروا عليهم أن يخرجوا من الصفقات الآن، صفقات شرائية. طيب، إذن لكي يتوقع الصعود لازم أرى تصحيحا هنا، لازم. إذا أردت البيع ماذا أريد أن أرى؟ نزولا قويا ثم تصحيح قبل البحث عن النزول، ليس البيع إنما النزول البيتكوين. لاحظوا في الصعود أتوقع أن يكون هناك فقط تصحيح، لأنه أصلا السعر صاعد. عند كسر هذا التصحيح، هذا النموذج الراية عند كسره هنا، هذا سيقول أنه هناك صعود فقط لكسر هذا القيمة. للنزول
أريد أن أرى موجة دافعة، موجة دافعة، ثم تصحيح نموذج رايع أو ريجولار أو رانين فلات أو اكسباندين فلات أو كونتراكتين، وهذا سيقول لي نزول. لكن النزول إلى أين؟ النزول ليس فقط لكسر هذا القاع، ولكن النزول لكسر هذا القاع الأخير الذي هو، أين هو عفوا؟ الذي هو 28719 دولار. تلاحظون؟ بالتالي انتبهوا، البيتكوين الآن في منطقة خطيرة وخطيرة جدا. أنا أعطيتكم سيناريوهان الآن، ونحن يعني نراقب البيتكوين شيئا فشيئا. الذين المبتدئين لن يفهموا عن ماذا أتحدث، لن يفهموا عن ماذا أتحدث، وهذا شيء عادي. بالتالي لا تبدأوا بوضع تعليقات وأنتم لا تفهمون، حاولوا أن تفهموا، لأن التحليل الموجي صعب، التحليل الموجي صعب، البرايس أكشن بطريقة منطقية صعب، صعبة، لم لازلتم لم تتعودوا عليها. بالتالي إذا لم تفهم، حاول أن تعيد الفيديو أكثر من مرة لتفهم عن ماذا أتحدث. أصدقائي، لمن أراد التعمق أكثر في طريقتنا واستغلال دورتين بسعر دورة واحدة، ما عليه إلا الاتصال بي عبر التليجرام على هذا الرابط، وأنا الذي أتحدث معك مباشرة على التليجرام. إذا أردت استغلال عرض دورتين بسعر دورة واحدة، التحليل الموجي والبرايس أكشن بطريقة منطقية. لا تنسوا، إن كنتم تستفيدون من هذه الفيديوهات، أن تضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو. اشتركوا في القناة أصدقائي، أكثر من 60% غير مشتركين في القناة مع الأسف. ساعدوا هذه القناة حتى تنتشر أكثر وأكثر، وفجروا اللايكات. لا تنسوا أن نعمل عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بإخواننا في قناة العلم لا يعرف الكذب، الأستاذ وسام. أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ وسام على الدورة التعليمية المفيدة جدا، بها كم هائل جدا من المعلومات، مشروح بطريقة مبسطة وفي متناول الجميع، تمكنك حقا من تجنب الخسارة والانتقال كما يقول دائما الأستاذ وسام، الانتقال من 95% لوزرز إلى الجانرز، إلى الفائزين 5%. لذلك أحب التوجه بالشكر الجزيل للأستاذ وسام على المعلومات الهائلة جدا، وعلى التغيير الذي وقع على مستوى حتى طريقة إدارة المحفظة وطريقة التعامل مع السوق وقراءة الشارت ورؤية الاتجاه بشكل واضح جدا من خلال الدورتين المهمتين جدا، دورة البرايس أكشن والتحليل الموجي. دمتم في رعاية الله، وشكرا جزيلا مرة أخرى للأستاذ وسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ وسام، تحية طيبة ليك، وأيضا تحية للإخوة المتابعين ليك في القناة وفي الجروبات التحليل الموجي والبرايز أكشن. حبيت اليوم من ندلي بشهادتي، اللي هي شهادة أمام الله، إن الصراحة الدورة بتاع التحليل الموجي شيء خيالي وشيء رهيب. ما نقدرش نقول لك إعجاز، هي فاتت الإعجاز الصراحة. يعني الواحد يعني زي ما بنقوله احنا، بنقوله لن راسي وقف من بعض التحليلات ومن بعض الـ الأماكن اللي كنت نخش فيها، كنت نخش عكس القوة، عكس اتجاه، عكس الاتجاه، كنت نخش يبدأ الاتجاه بيعي، نبدأ في، اكتشفت ان هنا في من مرات كنت نخش في اتجاه شرائي، هو اتجاه بيعي، يعني عكس التيار. فالصراحة بارك الله فيك، مشكور جدا 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 على شرحك، اللي هو بنية صافية، وينم على انك انسان تبارك الرحمن ما شاء الله عليك. يعني تعطي في الحاجة، تعطي فيها بخاطر، وتعطي فيها من كل قلبك، وكأنك تسأل الأجر من الله قبل لا تسأل الأجر على الدورة. يعني بارك الله فيك الصراحة. نحب ننصح كل الإخوة اللي متابعين ليك في القناة، في قناة اليوتيوب، ومترددين إن هم ياخدوا الدورة. الدورة مفيدة جدا، أنا لست متداول نهائي، بس مجرد انا واصل تقريبا في الفيديو السادس. انا اتفرجت على جميع الفيديوهات سريعا، بس طبعا ضروري من التكرار التكرار، فانا في التكرار واصل للفيديو الخامس او السادس في التكرار. الصراحة كل ما نعاود الفيديو، كل ما نكتشف معلومة جديدة،
كل ما نعاود الفيديو، كل ما نكتشف معلومة جديدة ومفيدة. المهم تقريبا لي 10 أيام أنا داخل في الدورة، ما دخلتش ولا صفقة نهائيا. امبارح بس خشيت في صفقة، طبقت استراتيجية نقص الزخم، ونقص الزخم مع التصحيح، وطبقتها في اتجاه معاكس، يعني انه هو كان هبوطي زي ما عارف انت، البيتكوين نزل ونزل معاه جميع العملات. فتوكلت امبارح على الله وقلت خلي نجرب نشوف، يعني نقدر ان هل انا استفدت من الدورة ولا لا. تصور اخي الكريم ان ساعة ونحلل في الشارت وتوصلت وخديت قرار اني نخش، خشيت بمبلغ مستعد اني نخسره، ما عنديش فيه اشكاليه، مبلغ صغير يعني، ودرت وقف الخساره وكذا. صحيت اليوم الصبح لقيت التحليل، النتيجه كانت زي ما تقول انت بالبيبس، محققه 11000 بيبس، يعني محققه 330% مكسب. فهو هذا، يعني حبيت نقول شهادتي، حبيت نشكرك، بارك الله فيك على مجهودك الطيب الرائع المخلص، اللي الصراحة أنا شخصيا نتمنى أني في يوم من الأيامات نتقابل معاك، نزورك في المغرب، ناخذ دورة مباشرة معاك لو في المستقبل درت دورات بإذن الله. فشكرا جزيلا ليك وتحياتي.